السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. بنعتذر عن فترة التوقف الطويلة اللي احنا أخذناها. أولا كان بسبب إن كان شهر رمضان الكريم وأغلب الناس ما كانتش هتقدر إن هي تتابع، فإحنا قلنا نخلي الشهر ده للطاعة ونوقف شوية فترة الدبلوم، بعد كده العيد، وهو احنا رجعنا بعد العيد. إن شاء الله بإذن الله يبقى عودا حميدا، وبإذن الله نستفاد أكثر من بعض خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. تمام، إحنا كنا أخذنا برنامج الوورد وأخذنا الإكسل وخلصناهم. هو كان المفروض محاضرة النهاردة أنا أعملها للمراجعة على الإكسل، بس هنعمل حاجة كويسة. يعني في الدبلومة إحنا معانا حوالي 13-14 برنامج أوفيس هنشرحهم، بس ده ما يمنعش ان احنا نشرح مع بعض الاساسيات بتاعة الكمبيوتر وبتاعة الانترنت اللي هي العملي، بحيث ان انت تخرج من الدبلومة وانت فاهم كويس يعني اي سي دي ال، يعني اي سي 3، يعني ام او اس، واخد كل حاجة تخصهم سواء اساسيات كمبيوتر او اساسيات انترنت. لو جينا بدأنا في اساسيات الكمبيوتر، انا اللي عندي ده اسمه صفحة المكتب اللي هو الديسكتوب. طيب لو جيت مثلا انا عندي هنا الزيز بي سي، عندي الكنترول بانل، عندي الريسايكل بن، وعندي باقي البرامج اللي عندي، واللي تحت ده اسمه التاسك بار او شريط المهام. هنا اللي هو قائمة ستارت، انا بشتغل على ويندوز 10 زي ما قلنا. اللي تحت اللي عندي اسمه التاسك بار او شريط المهام. جينا دلوقتي مثلا ضغطنا كليك يمين على سطح المكتب، فظهرت معايا قائمه زي دي. القائمه دي فيها فيو اللي هو عرض، فيها السورت باي اللي هو ترتيب، ريفرش اعاده تحديث، وفيها نيو، وفيها ديسبلاي سيتنج، وعندي البرسونالايز. اول حاجه فيو، اول ما افتح قائمه فيو ظهر معايا كذا اختيار. عندي اللارج ايكون والميديوم ايكون والسمول ايكون، دي متحكمه في ايقونات سطح المكتب. لو دوست على لارج ايقونات كبرت، دوست ميديوم ايقونات بقت متوسطه، دوست سمول فالايقونات بقت صغيره خالص. ده اللي هو من فيو. طيب لو دوست على شلت علامه الصح من شو ديسكتوب ايكون، فخفالي ايقونات سطح المكتب. علم عليه علامة صح تاني فعمل اظهار لايقونات سطح المكتب. طيب يبقى عندي اللارج ايكون والميديوم والسمول متحكمة في حجم ايقونات سطح المكتب، اما شو ديسكتوب ايكون بتخفي لي ايقونات سطح المكتب وبتظهرها. طيب عندي خيارين تاني، عندي اوتو ارينج وعندي الاين ايكون. اوتو ارينج اللي هو الترتيب التلقائي، اهو بيحافظ لي على الترتيب التلقائي بتاع الايقونات. شلت علامة الصح. طيب عندي الاين ايكون، لو شلت علامة الصح رحت حطيت الايقونة دي هنا، اهو اتحطت. ممكن تتحط الايقونة في اي مكان، معنى كده مش بيحافظ لي على المحاذاة ما بين كل ايقونة والتانية. ده لو انا شلت علامة الصح من الاين ايكون، رحت علمت تاني عليها علامة صح، فكده المسافة ما بين كل أيقونة والتانية متساوية. طيب ده بالنسبة لقائمة فيو. بعد كده عندي حاجة اسمها سورت باي اللي هو ترتيب بي، بيرتب لي أيقونات سطح المكتب بواسطة مثلا النيم اللي هو الاسم. طيب لا، أنا عايزه يرتب بواسطة الحجم من الأكبر للأصغر، أهو. طب لا، انا عايزك ترتب لي بواسطه نوع الملف ايتم تايب، اهو. معنى كده ان هو بيخلي لي كل ملفات البي دي اف تحت بعض، وكل الوورد تحت بعض، وكل الاكسل تحت بعض، وهكذا. طيب انا عايز ارتبه بواسطه ديت موديفايد اللي هو تاريخ التحديث. معنى تاريخ التحديث من الاحدث للاقدم، يعني اخر ايقونه انا عملتها او حطيتها على سطح المكتب، اهو نفس الكلام. ارجعها تاني مثلا، هرتبها بواسطة الاسم وهكذا. طيب عندي ريفرش، لو عايز اعمل تحديث للجهاز، لو الجهاز معلق معايا عايز اعمل له تحديث، اهو ريفرش.
ريفرش. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها نيو. نيو من اسمها جديد او الاختصار بتاعتها كنترول ان. نيو بعمل بيها ايه؟ بنشئ بيها سواء مجلد جديد او بنشئ بيها ملف وورد او ملف اكسس او ملف باوربوينت او ملف اكسل وهكذا. طيب لو دوست نيو بعد كده اخترت فولدر، تم انشاء فولدر وراح علم لي على الفولدر ده تظليل باللون الازرق، معناه ان انا ممكن اكتب الاسم اللي انا عايزه على الفولدر ده. طيب كتبت الاسم اللي انا عايزه اهو. طيب لا انا عايز انشئ ملف وورد من نيو برضو، واقول له مايكروسوفت وورد دوكومنت، اكتب الملف اللي انا عايزه. طب تعالوا نجرب كده نشيل الصيغة بتاعت الملف الـ DOCX. تعالوا نجرب كده ايه اللي حصل. الملف نفسه بقى ورقة فاضية، معنى كده ان انا في ملفات الوورد او الاكسل او الاكسس ما ينفعش اشيل الصيغة. الصيغة بتاعت الوورد DOCX والصيغة بتاعت الباوربوينت اللي هو الـ PPTX والصيغة بتاعت برنامج الاكسل اللي احنا تعودنا عليها، اللي هي هتلاقوها في الاخر في الاكس ال اس اكس. لو جيت جربت وشلت الصيغة بيقول لي if you change a file name extension the file might become undisable are you sure you want to change it. يعني لو انا غيرت الملف اللي عندي ده هيحصل الملف هيبقى غير متاح، هل انت موافق على التغيير ده؟ لو دوست يس ودوست يس فهلاقي الملف نفسه قلب ورقه بيضة، ومهما اعمل ما اقدرش بعد كده اعمل اشتغل على الملف ده. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها ديسبلاي سيتنج، اعدادات الشاشه. اعدادات الشاشه اهو. طيب في اعدادات الشاشة عندي في حاجة اسمها سكيل اند لاي اوت. طيب بيقول لي عندي ان تشينج ذا سايز اوف تكست ابس اند اذر ايتم، معناها الحجم نفسه بتاع النص والحجم بتاع التطبيقات. طب لو خليته 150 هتلاقي الحجم كبر شوية. طيب لو خليته مثلا 175 كبر اكتر، فده متحكم في الحجم بتاع النص الموجود عندي او التطبيقات الموجودة عندي. يقول لي 125 هي recommended اللي هي موصى بها اهو، الحجم الطبيعي بتاعي. طيب عندي بعد كده في حاجة اسمها resolution اللي هو الدقة، دقة الكلام بتاع الشاشة، الكلام اللي انا شايفه ده الدقة بتاعته هتكون قد ايه. بيقول لي recommended او الموصى بها 1920 في 180، دي كلها عندي مساحات او دقة عندي في 1600 في 900 في 1400 في 1050 في 1024 في 1280 وهكذا، بس بيقول لي اللي هو الموصى بها 1920 في 1080. طيب orientation، الاورينتيشن دي اللي هو الاتجاه بتاع الشاشة. لاندسكيب اللي هو افقي، لو اخترت بورتريت هلاقي الشاشة ايه بقت رأس اهو بنفس الشكل كده. استنى 9 ثواني هترجع زي ما كانت الاول، لو مش عايز استنى اختار ريفيرت اهو بنفس الطريقة كده. تمام ده في الديسبلاي سيتنج اللي هو اعدادات الشاشة. طيب لو جينا بصينا على الساوند مثلا الصوت ده، اعدادات الصوت اللي عندي، الفوليوم اللي هو الحجم، التست يور مايكروفون اللي هو درجة الصوت اللي انا بتكلم بيها، شايفين طول ما انا بتكلم صوتي عالي شوية تلاقي درجة الميكروفون زادت وهكذا. طيب
عندي في حاجة اسمها الباور اند سليب، دي خاصة بال الطاقة بتاعة الجهاز، هنعرفها من قائمة ستارت. آخر اختيار عندي حاجة اسمها البرسونالايز، دي موجودة عندي. عندي الباك جراوند والكلر واللوك سكرين. أول حاجة لو بصينا على الباك جراوند اللي هو الخلفية، خلفية الشاشة الموجودة عندي، عندي 3 اختيارات: السوليد كلر والسلايد شو والبيكتشر. لو جيت مثلا في السلايد شو هيحط لي الشاشة المعتادة عندي، الشاشة اللي هو متعارف عليها. طيب لو سوليد كلر ألوان سادة أهو، واخدين بالكم بيحط لي ألوان سادة على الشاشة بره. لو رحت على الشاشة أهو لون سادة. طب لا، أنا عايز مثلا بيكتشر، أحط صورة من عندي أهو. لو الصورة المحطوطة دي مش عجباني بقى أروح على براوز وبختار صورة من الجهاز، أدور أشوف أنا حاطط فين الصور وأروح أحطها على سطح المكتب. طيب أنا مثلا هختار صورة زي دي أهي. طيب ده بالنسبة للباك جراوند. تاني اختيار عندي اسمه الكلر. لو جينا جربت مثلا اخترت اللون التاني ده، ايه اللي بيحصل؟ هلاقي النظام نفسه اتغير، شكل النظام اتغير، شايفين الشكل ازاي اتغير معايا اهو. طيب لو جيت اخترت اللون ده برضو شكل النظام معايا اتغير اهو، متحكمة في شكل النظام. اختار مثلا اسود، ارجع حالي زي المكان التاني في الاول. اخترت مثلا لون زي ده اهو، دي كلها الوان تانية على فكرة، انا بختار الالوان المناسبة ليا، بختار الالوان المناسبة ليا، متحكمة في لون التاسكبار ولون النظام. طيب اللوك سكرين، حاجة اسمها شاشة القفل، معنى كده ان انا لو الجهاز سبته لفترة معينة انا ملعبتش فيه ولا حاولت ان انا اعمل فيه اي حاجة، تلاقي الجهاز لوحده بيفصل. طيب ايه اللي بيخليه يفصل لوحده؟ ان انا عامل حاجة اسمها شاشة قفل. بنعملها ازاي؟ طيب هنزل لتحت خالص، في حاجة اسمها سكرين سيفر سيتنج. سكرين سيفر سيتنج معناها اعدادات شاشة التوقف. هضغط عليها، اول ما اضغط عليها هتظهر معايا شكل اللي هو السكرين سيفر. بيقول السكرين سيفر انا بختار الشكل اللي انا عايزه اهو. عندي مثلا حاجة زي كده، عندي البابل مثلا، فقاعات اهي واخدين بالكم منها، عندي مثلا شكل زي ده، عندي مثلا 3 دي تكست لو عايز احط نص اهو، واروح على سيتنج واكتب النص هنا اللي انا عايزه في الكاستم تكست، بكتب النص اللي انا عايزه هنا، بكتب النص اللي انا عايزه. طيب شكل النص عايزه ازاي؟ الروتيشن تايب، نوع الدوران اهو، بختار النوع اللي انا عايزه. طيب لو جيت بصينا على السوليد كلر اهو، عايز اللون نفسه يكون شكله ازاي، فانت بتختار اللي انت عايزه. في تحت حاجة اسمها الويت، الانتظار، معنى كده ان انا لو سبت الجهاز لمدة 15 دقيقة هيفصل لوحده. طب لا، انا عايز اخليه لمدة دقيقة اهو، بعد كده ادوس ابلاي واوكي، معنى كده بعد دقيقة لو سبت الجهاز، تعال نجرب كده، دوست ابلاي، دوست اوكي، هننتظر لمدة دقيقة وهتشوفوا ايه اللي هيحصل معايا. هو الناس تجربها مع عندها وهتشوفها هيحصل ايه معايا. الفكرة نفسها ما عملتش معايا، لان انا دلوقتي من غير ما اقصد دوست على لمست الماوس، فحتة ان انا مسكت الماوس دي لوحدها كأني ما عملتش اي حاجة. لو سبت الجهاز لوحده عادي بدون ما انا المسه او بدون ما انا اعمل فيه اي حاجه، تلاقي الجهاز لوحده عمل شاشه توقف. طيب لو قلنا مثلا انا هرجعها تاني لنفس الشكل دي لمده 15 دقيقه، دوست ابلاي ودوست على اوكي. طيب ممكن ايه تاني نبص عليه؟ في حاجه اسمها التاسك بار واللوك ذا تاسك بار. ايه معنى اللوك ذا تاسك بار؟
معناها ان انا مهما احرك في شريط المهام من تحت او التاسك بار مش هيتحرك معايا. لو دوست اوف، شايفين اول ما حركته اتحرك معايا اهو. طب انا عايز ارجعه زي ما كان اهو، حطيته فوق اتحط، ناحية اليسار اتحط. طيب نزلته تحت اتحط. لو دوست على اون معناها ان انا قفلت شريط المهام من تحت. في طريقة تانية بقفل بيها شريط المهام، كليك يمين على الشريط من تحت وأشيل علامة الصح من لوك ذا تاسك بار. أنا شلت علامة الصح منه، فلما جيت حركته اتحرك معايا أهو. أرجعه زي ما كان وأعمل لي لوك. أعمل لي حلو. طيب حاجة تانية بقى، لو ضغطت كليك يمين على التاسك بار ظهر معايا تلات اختيارات بس، مش ظاهرين معايا اهو، مش متظللين. طيب بيتظللوا ازاي؟ لازم افتح على اقل ملفين موجودين عندي. هفتح ملف زي ده، ده ما شغالش عندي. اول مثلا افتح ملف زي ده اهو. طيب هفتح ملف تاني زي ده. انا كده فاتح ملفين وورد. حلو كده؟ حلو. طيب لو جيت مثلا كليك يمين على فاتح ده اهو، وفاتح برضو الملف التاني. فين الملف التاني اهو؟ هنزله لتحت شوية اهو. معنى كده ان فتح عندي ملفين اهو مفتوحين عندي. لو رحت على سطح المكتب هلاقي الاوامر دي اتفعلت. لو دوست على شو ويندوز سايد باي سايد، يعني جانب الى جانب، ايه اللي حصل؟ معناها ان فتح لي الصفحتين جنب بعض اهو، فتحهم لي جنب بعض. طب لو اخترت مثلا كاسكيد ويندوز حطل لي الصفحتين فتحهم لي فوق بعض، واحدة فوق التانية، واحدة فوق التانية. طيب نفس الحكاية برضو على فكرة الاستاج، هي الكاسكيد. طيب بس فيها ميزة ان ستاج باي سايد هيفتح لي الصفحتين رأسي جنب بعض، اما الاستاج بيفتحهم لي تحت بعض بس افقي، واحده من فوق واحده من تحت. اما السايد باي سايد واحده ناحيه اليسار وواحده ناحيه اليمين، وساعات بيحط لي الاثنين على بعض نفس اللي هو الكاسكيد. طيب انا خلاص كده الاوامر اللي انا عايزها خلاص مش عايزها دلوقتي. اول ما اضغط كليك يمين تاني فالاوامر دي راحت. معنى كده ان انا لازم لما اجي افعل الاوامر دي لازم على الاقل فتح عندي صفحتين او ملفين على الجهاز. طيب لو جيت فوق خالص في حاجه اسمها السيرش. شايفين علامه العدسه اللي من تحت دي اهو اللي ببحث فيها عن اي حاجه انا عايزها. طيب لو رحت مثلا ورحت من السيرش شلت علامه الصح من شو سيرش ايكون، هو كده مش بيتشال ازاي؟ اختار هيدن، اختار هيدن اهو، فكده خفالي علامة السيرش اللي هي البحث. طيب اروح تاني على السيرش واروح اعلم على الشو، وكده اظهر معايا علامة العدسة او البحث اللي انا عايزه. هنا بقى في التول بار لو اخترت على الادرس ظهر تحت عندي العنوان، اشيل الادرس. لو عايز اختار اظهر مثلا ديسكتوب فظهر برضو معايا الديسكتوب من تحت، عايز اشيله اشيل علامة الصح.
تحت في حاجة اسمها نيو تول بار، معناها في أدوات جديدة. لو في أدوات عندك وعايز تحطها بتدور عليها عندك في الجهاز. عندي هنا بيقول لي شو هيدن ايكون، في ايقونات هنا مخفية زي مثلا اللي هو الداونلود التنزيل، زي البلوتوث، زي مثلا مايكروسوفت تيمز، زي زوم، زي وان نوت، زي الطبعة، زي علامة الواي فاي. دي كلها ايقونات مخفية. هنا في حاجة اسمها الوان درايف، لازم يكون عندك انترنت عشان تتفعل. لو عايز تخزن ملفات بتخزنها عن طريق الانترنت. ده اللي هو البطارية، بيقول لي ساعتين 2 اور، بعد كده 21 مينت تو فول تشارج. معنى كده ان البطارية عشان تتملي تلات ساعتين وواحد وعشرين دقيقة. ده اللي هو الصوت سبيكرز، هنا لغة الجهاز، اما هنا اللي هو التاريخ والوقت. هنا بقى الرسائل اللي بتجي لي على الجهاز، سواء كانت على الجيميل او غير الجيميل. هنا عندي مثلا برضو نتورك الشبكات، عندي لو مثلا النايت لايت اضاءة، او شايفين اللي بيحصل في الاضاءة، هضغط عليها تاني خليها اوف. لو اخترت فوكس عمل زي ايه تركيز في نقطة معينة، لا هشيلها انا مش عايزها. طيب اللوكيشن، الموقع بتاع الجهاز او انت موجود فين بالظبط. وقت، دول الحاجات اللي انا بحطها تحت في التاسك بار. يعني مثلا انا عندي برنامج زي الاوبرا، عايز احط على التاسك بار، كليك يمين عليه واختار بين تو تاسك بار، يعني هثبته على التاسك بار اهو اتثبت تحت. عايز اشيله كليك يمين عليه وهختار حاجه اسمها ان بين فروم تاسك بار، معناها ان انا عايز اعمل له عدم تثبيت من التاسك بار. كده انا شلته، وهكذا في كل الاوامر اللي موجوده عندي. طيب عندي ملف زي محمد، اضغط عليه كليك يمين، لو عايز افتحه ادوس اوبن اهو. طيب ضغطتين عليه كليك شمال هيفتح برضه اهو. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها اللي يهمني في كل ده السند تو، لو عايز ارسل الملف دي على فلاشه هتلاقي رمز الفلاشه ظاهر معاك تحت، بمجرد ما هتضغط عليه هيتبعث. طيب عندي حاجه داخل الجهاز مثلا زي كده وعايز ابعتها على سطح المكتب، برضو سند تو، اختار ديسكتوب، اختار ديسكتوب، عايز ابعتها عن طريق البلوتوز هختار بلوتوز. طيب ايه تاني؟ لو عايز اعمل مثلا اعاده تسميه للملف هختار، انا كل ده بضغط كليك يمين على الملف واختار رينيم، اكتب التسميه اللي انا عايزها ايا كانت التسميه. اضغط انتر بعد كده، عايز احذفه اختار ديليت، كده اتحذف. طيب راح فين؟ راح في الريسايكل بن، فتحت الريسايكل بن عايز ارجعه تاني كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها ريستور استعاده، فانا كده عملت استعاده للملف ده تاني. طيب كليك يمين عليه، ولو عايز اعرف خصائص بتاعه الملف مثلا ملف زي ده واخترت على حاجة اسمها بروبرتيز او خصائص، ظهر معايا حاجة زي كده. اول حاجة هنا اسم الملف اللي ظهر فوق خالص، ده اسم الملف. بعد كده في حاجة اسمها تايب اوف فايل، نوع الملف، بيقول لي بي دي اف، هذه نوع الملف بي دي اف. طيب بعد كده بيقول لي اوبن ويز، انت فتح الملف عن طريق ايه؟ برنامج اسمه الوندر شير بي دي اف. لوكيشن اللي هو موقع الملف، الملف نفسه انت حاطه فين؟ انا حاطه في السي، في اليوزر، في لغه العصر، الديسكتوب. طيب السايز بتاعه 71.2 كيلو بايت، كيلو بايت. احنا قلنا او وحدات قياس الذاكره عندي، عندي البت وعندي البايت، عندي الكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت. طيب السايز اون ديسك، حجمه على الديسك او او الديسكتوب عندي حجمه هيكون كام اهو؟ 72. طيب عندي البت هتساوي 0 و1، اي ملف هلاقي عليه 0 او 1 فهو بت. طب اي ملف هلاقي عليه 8 بت فهو
بايت. طيب الكيلو بايت هتساوي 1024 بايت. طيب الميجا بايت 1024 كيلو بايت. الجيجا بايت 1024 ميجا بايت. التيرا بايت 1024 جيجا بايت. معنى كده ان انا مثلا عندي الرقم ده 71.2 كيلو بايت، وعندي اصلا الكيلو بايت ده بيساوي ايه؟ بيساوي 1024 كام؟ 1024 بايت. 1024 بايت اعوض هيديني القيمه اللي انا موجوده عندي دلوقتي اهو 72000. معنى كده هشيل الكيلو بايت، هضرب الرقم ده في 1024. في حاجة اسمها created، انشاء. انا انشأت الملف ده امتى؟ بيديني اليوم وبيديني الشهر وبيقول لي التاريخ 19/2021، الساعة كذا، الدقيقة كذا، والثانية كذا. AM معناها صباحا، PM يعني مساء. modified معناها ان انا حدثت الملف ده امتى؟ بتاريخ كذا. طيب ده اللي يهمني كله في الجزء ده. لو دست على الديتيلز مديها لك تاني التفاصيل هنا. هنا اسم الكمبيوتر في الديتيلز، اسم الكمبيوتر. هنا الاونر في المالك. هنا الديت موديفاي تاريخ التحديث، والديت كرييتد تاريخ الانشاء، وهنا السايز، وهنا اللوكيشن، وهنا التايب، وهنا النيم. حلو خالص. طيب لو عايز اعرف خصائص الجهاز هروح على زيز بي سي، كليك يمين عليه واختار بروبرتيز. هتلاقي هنا خالص في حاجه اسمها الويندوز 10 نوع الاصدار، اصدار النسخه اللي عندي. طيب بيقول لي ويندوز 10 برو، لان في 10 وفي 10 برو. طيب عندي اول حاجه بيقول لي المانيفاكتشر اللي هو التصنيع او النسخه نفسها، ويندوز 10 برو اكس 64 في اي ار 1809. طيب الموديل لغه العصر اسطوان. البروسيسور مديهولك كور i7 مديلك 8550. المعالجه، وحده المعالجه المركزيه اللي هي السي بي يو 8550. طيب اي كارت شاشه انفيديا بينتهي ب 100 200 300 400 500 فهو كارت الشاشه ضعيف، بس بنستعوض بيه اللي هو مثلا لو عندي البروسيسور i7 فهو كده عوض لي التقليل اللي كان في وحده المعالجه المركزيه. طيب اي كارت شاشه انفيديا بينتهي ب 600 او 700 فهو متوسط، 800 900 950 فهو عالي. طيب عندي بعد كده الرامة. الرام اللي عندي 8 جيجا بايت، بس انا مش بملي ده كله، انا بملي مساحه 7.88 7.88. عندي بعد كده في حاجه اسمها السيستم تايب، نوع النظام 64 بت وعندي 32 بت. معنى كده ان عندي اغلب البرامج اللي هي الحديثه او المتطوره مش بتشتغل على 32، ف 64 بت ده نظام محدث بيشغل البرامج اللي عندي. يعني مثلا كمثال انا نزلت اوفيس 2016 بس 32 بت. لو الجهاز عندي 64 ونسخة الاوفيس اللي نزلتها 32 مش هتشتغل مع نسخة الاوفيس، لازم تكون نفس النظام نسخة الاوفيس اللي انا نزلتها 64 بت والنظام بتاع الجهاز عندي 64 بت. طيب عندي تحت، عندي هنا بيقول لي الكمبيوتر نيم، اسم الكمبيوتر، وعندي الفول كمبيوتر نيم برضه نفس الاسم. عندي البرودكت اي دي اللي هو الاي دي بتاع المنتج او الرقم بتاع المنتج اهو. عندي ايه تاني ممكن نستفاد بيها؟ عندي مثلا تليفون نمبر، مديك رقم تليفون، فدي الاستفادة من الخصائص الموجودة عندي. طيب عندي ملف زي دي تمام وعايز اخفيه، كليك يمين عليه واختار بروبرتيز واختار هضغط على هيدن وادوس ابلاي ثم ادوس اوكي او ادوس اوكي على طول. الملف انا كده خفيته بس ظاهر بنسبة بهتان، انا عايز اخفيه خالص. بروح على زيز بي سي واختار من فوق خالص، عندي فايل وعندي كمبيوتر وعندي فيو، اختار فيو واروح اشيل علامة الصح من هيدن ايتم، اروح على سطح المكتب مش هلاقيه، اختفى.
هرجع تاني، هروح على فيو وأعلم علامة صح على الهيدن ايتم، هلاقيه ظاهر بس نسبة بهتان. كليك يمين عليه تمام، وأشيل علامة صح من الهيدن وأدوس أوكي فتلاقيه ظهر معايا. طيب لو دوست كليك يمين على زيز بي سي واخترت بروبرتيز هتظهر معايا خصائص زي ما قلنا زي دي. طيب لا أنا مثلا جيت هنا اخترت بروبرتيز، في حاجة في الآخر اسمها كاستمايز، كاستمايز يبقى كليك يمين على الملف. قبل ما أكمل أنا صوتي كده واضح؟ كلامي مع الشاشة متناسق ولا في أي مشكلة؟ في أي مشكلة؟ قبل ما أكمل الشاشة بتتأخر على الصوت. طيب عند كل الناس، عند كل الناس المشكلة دي؟ طيب ممكن تشوف النت عندك، ممكن يكون في مشكلة في النت، الناس اللي الصوت بيتأخر مع الشرح ممكن يكون عنده مشكلة في النت. تمام طيب نكمل. دلوقتي انا عندي ملف زي ده عايز اغير شكل الايقونه بتاعته، الشكل بالظبط النت. عايز اغير الشكل، بغيره ازاي؟ كليك يمين عليه ثم اختار بروبرتيز تمام، كليك يمين على الملف اللي انا عايز اغير شكله واختار بروبرتيز، وبعد كده هختار من فوق حاجه اسمها كاستمايز، هنزل تحت خالص في حاجه اسمها تشينج ايكون. طيب ظهر معايا اشكال كتيره. حاضر هعيد موضوع نوع الشاشه تاني وانوح. حاضر، فأنا قلت لو عايز أغير الشكل ده، شكل الكتاب اللي ظاهر معايا، كليك يمين عليه بروبرتيز وأختار كاستمايز وأختار من تحت تشينج أيكون. دي كلها أشكال كتير أنا ممكن أغيرها أهي، دي كلها أشكال أيقونات أهي، دي كلها أشكال، واخدين بالكم أهي أهي. طيب لو اخترت مثلا كمثال، لا انا عايز اخليه بالشكل ده اهو، شكل ايه مثلا؟ شكل الشجرة، ودوست اوكي ودوس اوكي، ايه اللي حصل؟ اتغير الشكل بتاعه، اتغير الشكل بتاعه. كليك يمين تاني واختار بروبرتيز من كاستمايز وتشينج ايكون، اختار الايكون الاساسية بتاعتها وادوس على اوكي، وادوس ابلاي وادوس على اوكي، اهي حصلت معايا. طيب بضغط دلوقتي، عايزين نعرف الخصائص بتاعه الجهاز الموجود عندي. كليك يمين على الزيز بي سي واختار بروبرتيز، ظهرت معايا شاشه زي دي. فوق خالص النسخه بتاعتي ويندوز 10 او ويندوز 8 او ويندوز 7 وهكذا، هلاقي هنا النسخه الاصليه ويقول لك 10 برو، لان في 10 وفي 10 برو. عند المانيفاكتشر اللي هو التصنيع، النسخة نفسها ايه؟ ويندوز 10 برو اكس 64 في اي ار 1809، الموديل لغة عصر اسوان، البروسيسور. وقفنا احنا عند نقطة البروسيسور وقلنا انا عندي نوعين من انواع كروت الشاشة مهمين، اللي هو كارت الشاشة اسمه انفيديا واي ام دي. زي ما قلنا عندي انفيديا ده اول كارت شاشه، هتلاقي كروت الشاشه مثلا بتنتهي مثلا بيقول لك 6200 انفيديا، 6200 انفيديا، 7400
انفيديا مش عارف 5700 وهكذا. انا ببص على اخر 3 ارقام عندي دايما لما اجي اشتري اي جهاز، ولو لقيت كارت الشاشه انفيديا او لقيته انتل كور معناها ان هو تبع نوع من انواع الانفيديا. لو لقيت اخره بينتهي ب100 او 200 او 300 او 400 او 500 فهو كارت شاشه ضعيف. لو لقيته بينتهي ب600 او 700 فهو متوسط، 800 900 950 فهو كارت شاشه عالي. طب لو لقيت رقم زي ديه وراح قال لي مثلا جي تي اكس في الاخر، فانا باخد على الرمز اللي عندي جي تي اكس معناه ان هو كارت شاشه عالي، كارت شاشه عالي. طيب لو قال لي جي تي، لو قال لي جي تي هو كارت شاشة جيد، جي اس كارت شاشة ضعيف، وزي ما قلنا جي تي اكس فهو كارت شاشة عالي. طيب ده بالنسبة لانفيديا. الاي ام دي مثلا قال لي اي ام دي كمثال 456، ببص على الرقم الثالث فئة المئات 8550 فهو كارت شاشة ضعيف، بس هقول لك بيستعوض عنه بإيه. بصيت على مثلا اي ام دي رقم زي ده، ببص على الرقم التالت اللي هو رقم المئات، لو كان 9 فهو عالي، لو كان 8 او 7 فهو متوسط، اما 6 و5 و4 و3 فهو ضعيف. ده بالنسبة للاي ام دي. طيب هنا بصينا لقينا مثلا بيقول لي 8550 هو ضعيف بس بيستعوض عنه بايه. شايفين هنا الاي 7 فهو عوض النقص في السي بي يو، وحده المعالجه، عوض النقص في وحده المعالجه السي بي يو اللي هي وحده المعالجه المركزيه سنترال بروسيسنج يونت. هنا التردد 1.80. طيب هنا بعد كده عندي الرامه، عندي رامه 2، عندي 4، عندي 8، عندي 16، عندي 32، عندي 132، 164 وهكذا. تمام. الرامة قلنا عندي انا هنا رامة 8، تمام، معنى كده ان الرامة مش بتستحمل ان انا املي الـ8 كلها، بيديني مثلا 7 88. اللي عنده 16 هيقول لك مثلا 15 بوينت كمثال 45، مش بيخليك تملي الرامة كلها. طيب تمام مفيش مشكلة، حاضر مفيش مشكلة، حاضر هظبط لكم اللي انتوا عايزينه، حاضر. طيب عندي بعد كده السيستم تايب، نوع النظام، عندي 64 وعندي 32. 64 بيمشي مع الحاجات اللي هي المحدثة، الحاجات اللي هي اصدارات جديدة زي مثلا 2021 2019 2016، اما الحاجات القديمة 32 بت. طيب مثلا انا نزلت اوفيس 32 بت، اوفيس 2016 32 بت وعندي النظام 64 بت، مش هيشتغل معايا. لازم الاوفيس اللي انا انزله بنفس نوع النظام الموجود عندي على الجهاز. تمام تمام، ده بالنسبة لمواصفات الجهاز وعرفنا ازاي نغير الشكل بتاع الملف. لو بصينا تحت على قائمة ستارت هلاقيه فوق مرتب لي اهو ترتيب ابجدي من حرف الاي اهو، بعد كده البي، بعد كده السي، بعد كده الدي والاي والاف والجي وهكذا. دي ميزه ويندوز 10. طيب انا عندي هنا الدوكيومنت المستندات الموجوده عندي على الجهاز، عندي هنا البيكتشر الصور، عندي هنا لوحظات في الجهاز، عندي 3 حاجات، عندي شت داون هقفله خالص، الريستارت لو هعمل اعاده تشغيل ليه
اول ما ادوس على ريستارت هسيبه لوحده وهو هيشتغل، اما شيت داون هقفله خالص، هضطر ان انا لازم انا اضغط على زرار باور عشان يشتغل. اما السليب معناه ان انا عايز اعمل له مثلا، عايز اريحه بس ما اقفلوش خالص، ما اقفلوش اصلا، خليه بس ايه يعمل زي زي ما بيقولوا ايه، اريحه شويه، اريح الحراره بتاعته واعمل له سليب. طيب بعد كده في حاجه اسمها السيتنج اللي هي الاعدادات. دوس على الاعدادات، عندي انواع كثيره واشكال كثيره من الاعدادات. عندي مثلا لو دوست على السيستم انا كده بيقول لي ايه السيستم، اللي هو دخلنا على الديسبلاي، دخلنا على الشاشه اللي احنا شرحناها، الديسبلاي سيتنج اعدادات الشاشه. طب لو رجعت على الهوم تاني واخترت الديفايسز الاجهزه، الاجهزه الموجوده عندي بيفتح لي البلوتوز، بيقول الاجهزه اللي انا ممكن اتصل بيها ايه اهي. طيب الفون، التليفون اللي انا عامل له لينك بالواتساب، عامل له لينك باللاب اللي عندي، وبفتح من عليه مثلا التطبيقات سواء كانت الواتساب او غيرها، ادي نوع التليفون. طيب عندي النتورك اند انترنت اللي هو الشبكات، شبكة الواي فاي عندي، ادي نوع اسم الشبكة اهي، معنى ان هو ظاهر معايا اللاب وهنا الشبكة وفي النص عامل لك النقطة دي وظاهر لك علامة الشبكة، معناه ان هو في اتصال انترنت. طيب عامل لك علامة اكس يبقى ما فيش اتصال انترنت. بيرسونلايز اللي احنا شرحناها، الباك جراوند والكلر واللوك سكرين. الابس اللي هي التطبيقات الموجودة عندي اهي، دي كل التطبيقات اهي الموجودة عندي على الجهاز تحت بتحمل اهي. لو عايز اعمل عدم تثبيت لاي تطبيق فيهم انا ضغطت عليه هختار انستول تمام. هرجع تاني عند الاكونت اللي هي الحسابات الشخصية اللي عندي. عندي مثلا بيقول لي كريت ذا بيكتشر، الصورة اللي انا حاططها دي ممكن اجيب صورة مع الجهاز او الكاميرا ان انا اتصور واحطها هنا. طيب ده اللي هو اليور انفو تمام. بعد كده الايميل او اكونت، الايميل اللي انا عامل له اتصال بالجهاز اللي بفتح بيه الحسابات اللي عندي اهي، دي كلها ايميلات. طيب الساين ان اوبشن دي بقى كلمة المرور، يا اما لو عايز اخليها بن اللي هي ارقام، عندي الباسورد برضو ارقام، او بن اللي هو زي النقش اللي احنا بنعمله على التليفونات، يا اما عايز اخلي كلمة المرور صورة، يا اما عايز اخليها دايناميك لوك وهكذا. وفي برضو بصمة، في بصمة سواء بصمة ايد او بصمة وش، دي كلها انواع كلمات المرور انا ممكن اعملها على الجهاز عندي. طيب زي ما قلنا من هنا دي كل الايميلات اللي انا متصل بيها، وهنا دي الصورة الشخصية بتاعتي وازاي اغيرها من براوز فور وان يا اما من الكاميرا. تايم اند لانجوج اللي هي اللغه والتوقيت، التايم زون توقيت كايرو القاهره مثلا، لو عايز اهو مديني التاريخ والوقت واليوم نعرف ازاي نغيره، الريجن المنطقه، منطقه او ريجن المنطقه بتاعتي فين، ايجيبت. ريكومندد اللي هو زي ما نقول اللغه الموصى بها. بعد كده تحت بيقول لي انت عندك الفيرست داي اوف ويك، اول يوم في الاسبوع، يوم الصندي اللي هو يوم الاحد، يوم الاحد. عندي بعد كده في حاجه اسمها الشورت ديت واللونج ديت والشورت تايم واللونج تايم. الشورت ديت اللي هو تاريخ، التاريخ العادي اللي احنا بنكتبه ديه، اما هو تاريخ قصير، اما اللونج ديت بيفصل لي التاريخ، بيكتب لي اليوم، بيكتب لي الشهر، بيكتب لي السنه، بيكتب لي يوم الاسبوع، يعني يوم الثلاث شهر خمسة تاريخ 25/2021. نفس الحكاية في الشورت تايم بيديني بس الساعة والدقيقة، أما في اللونج تايم بيديني الساعة والدقيقة والثواني، فده الفرق ما بينهم. لو جيت على اللانجوج اللي هي اللغة، لو عايز أضيف، أنا عندي على الجهاز ضايف لغتين إنجليش وعربية، لو عايز أضيف هختار آد لانجوج وأضيف اللغة اللي أنا عايزها، أختار من هنا اللغة اللي أنا عايزها.
برايفسي اللي هي الامان، متفيدنيش في حاجه. الابديت لو عايز اعمل تحديث للجهاز اختار بيتري، انا مش عامل تحديث ليه. سيرش لو عايز ابحث عن حاجه موجوده عندي اهو عن لغه. هنا في السيرش تحت ببحث عن اي حاجه موجوده على الجهاز عايز ادور عليها، تمام؟ ده انا بعمله فين؟ بعمله في السيرش. طيب حلو خالص. عندي بعد كده لو دخلت على حاجه اسمها كنترول بانل، قبل ما ندخل على كنترول بانل هندخل على زيس بي سي، او قبل ما ندخل على زيس بي سي كمان في الريسايكل بن ازاي افرغها، ازاي افضل اللي جواها. يا اما ادخل عليها واختار ديليت، يا اما من بره اختار امتي ريسايكل بن او اوبن او بن تسك. معنى انا دوست على بن تو تاسك بار، هتلاقوها في التاسك بار، لا هي اب ان اهو. طيب عايز اعرف خصائصها من بروبرتيز، عايز اعمل لها رينيم بعمل لها رينيم. طيب انا لا انا عايز افرخها امتي ريسايكل بن، اضغط عليها واختار، بيقول لي عايز تفرخها ولا لا، فهختار يس. فانا كده فضيت سله المحذوفات. زي ما قلنا لو حذفت ده يا اما ديليت، يا اما ديليت هلاقيه راح فين؟ في سله المحذوفات. بدخل عليها وبختار ريستور، بعمل استعاده. طيب لو الملف ده نفسه دوست عليه شيفت ديليت من الكيبورد، دوست اوكي، مش هلاقيه راح على سله المحذوفات لان شيفت ديليت بيشيله لك خالص من على الجهاز. اما لو اخترت مثلا ضغطت عليه كليك يمين واخترت ديليت، معنى كده ان هو بيروح على سله المحذوفات، بحيث ان هو لو انت حبيت بعد كده تسترجعه تاني هتسترجعه بكل سهوله. طيب خليه مثلا هنا. في حاجه اسمها الكت. كت معناها ان انا عايز اعمل قص للملف ده، اخد الملف ده احطه في مكان تاني. طيب كوبي، اخد نسخه منه اسيبه زي ما هو في مكانه، بس اخد نسخه اوديه في مكان تاني. طيب حلو خالص. لو دخلت على زيس بي سي عندي قائمه فوق اسمها فيو، دي كلها شكل عندي في اللي اوت، هيظهر معايا اشكال الايقونات اللي موجوده جوه اهي، دي كلها اشكالها اهي. سورت باي عايز ارتبها بواسطه ايه؟ النوع ولا الحجم الكلي ولا المساحه الفاضيه ولا الفايل سيستم ولا الكومنت ولا ايه بالظبط؟ انا بختار من اول السنج اللي هو من الاي تو زد، اما الديسندنج اللي هو من الزد للاي، وهكذا. احنا كنا اول حاجه بنعمل من فيو الملف بنعمل له هيدل لو عايز اخفيه. في طريقه تانية من فايل واختار تشينج فولدر اند سيرش، وبعد كده بختار فيو اختار دونت شو، معناه انا مش عايز اظهره. طب لو عايز اظهر الملف ده اختار شو هيدن، فده كده انا عندي وسيلتين اخفي بيهم الملف. كمبيوتر تظهر معايا بيقول لي ادي الخصائص بروبرتيز فوق، عندي اوبن لو عايز افتح حاجه، عندي مثلا الماب نتورك لو عايز اضيف موقع شبكه، هنا السيتنج لو عايز افتح السيتنج، وهكذا. هنا الفيو زي ما قلنا بريفيو بين اهو، لو اخترت ديتيل مع ديتيلز بيديني التفاصيل، انا لو اخترت ده ولا ده اشيلها. نافيجيشن وهكذا، هنا جروب لو عايز اعمل جروبات. طيب ايه تاني؟ هنا دي عندي الدرايف الموجودة، ده اسمه درايف، ده اسمه درايف. طيب كنت هقول ايه؟ ده اسمه فولدر، اللي جوه ده اسمه صف فولدر، هو مجلد فرعي وليس رئيسي، مساحته بتكون اقل من المجلد الرئيسي اللي هو من بره اللي هو اسمه اصلا فولدر. ده انا بقدر احط بداخله ملفات سواء فايل فولدر درايف، اي حاجة بقدر احطها داخل الفولدر. اما الفايل اللي هو زي ملفات التشغيل دي ما بقدرش احط بداخلها اي ملف، معنى كده ان اصغر حاجه فيهم الفايل، بعد كده الصف فولدر، بعد كده الفولدر
بعد كده الدرايف. أستاذ محمود تفضل، حضرتك كنت حابب تستفسر عن حاجة، تفضل. أستاذ محمود، أستاذ محمود سلام، تفضل أستاذ الفاضل، مع حضرتك. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، أخبار حضرتك؟ باشمهندس محمد، الحمد لله على السلامه ومنور الدنيا كلها، وربنا الله يتقبل من يسلمك الجميع يا رب. يا رب يا حضرتك رب. لو عملت شيفت ديليت والملف طار من عندي خالص، عايز اعمل له استرجاع، اعمل ايه تاني؟ ده في برنامج بنزله اسمه ريكفري، انا ما فيش حاجه اسهل من كده، ما فيش حاجه تانيه اقدر ارجع بيها يعني. لا هو لو في طريقة تانية هقول لك عليها. حاضر، طيب شكرا لحضرتك، الحمد لا لله على السلامه. تفضل، الله يسلمك. زي ما قلنا في برنامج اسمه ريكفري، هو اللي بيرجع الملفات المحذوفة، وبرضو أنا هبحث فيها، لو لقيت حاجة أسهل هقول لكم عليها، لأن أنا ريكفري برجع بيه كل الملفات اللي أنا بحذفها. لو جينا دخلنا على حاجة زي كده الدوكيمنت عندي، هلاقي مثلا بيكتشر الصور اللي عندي أهي، عندي الفيديو الفيديوهات، عندي الميوزك، عندي الداونلود اللي هو التحميلات الحاجات اللي أنا بنزلها أهو. فبيقول لي مثلا الملفات المضغوطه اللي انا بنزلها تظهر هنا، عندي مثلا دوكيمنت المستندات، ملفات الوورد او الباور او الاكسل او البي دي اف، الموسيقى اللي انا بنزلها، البرامج مثلا الحاجات اللي انا بنزلها عن طريق التليجرام، الشريط، الفيديوهات اللي بنزلها، وهكذا. فهنا بينزل لي كل حاجه بنزلها من على الانترنت. احنا قلنا انا في الداونلود اللي هو التنزيل، حلو خالص. طيب عندي ملف زي ده عايز اضغطه، بختار حاجه اسمها الاد تو، هلاقي نهايته ار اي ار، ده رمز الملف المضغوط. اول ما اضغط عليه هقول له يس، المفروض يشتغل معايا. نجرب على حاجة تانية، مثلا نجرب على حاجة زي كده واختار add to، لازم الاقي الاختصار ار اي ار، اهو شغال بيضغط لي الملف اهو. ده شكل الملف المضغوط، مساحته بتكون اقل من الملف الاصلي، يعني ده 12.6 ميجا، اما دي 11.9 ميجا. كويس خالص. هندخل بعد كده على كنترول بانل. عندي كنترول بانل قوائم، من اهم القوائم الموجوده عندي الشكل العرض كاتيجوري، يا اما لو عايز اخليه لارج ايكون اهو، ايقونات كبيره، لا ده في الفيو باي، عايز اخليه سمول خليها لي سمول اهو نفس الشكل كده، لا انا هخليه مثلا كاتيجوري. عندي اول حاجه فوق السيستم اند سيكيورتي، اللي هو السيستم اللي هو النظام والامان. هنا في حاجه اسمها السيكيورتي اند مينتينس، اضغط عليها. اول ما اضغط على السيكيورتي او المينتينس الاقي جاي لي مثلا اون، اللي هو الريبورت بروبلم، لو في اي مشكله انت عامل لها اون فتحها عادي. ريكفري الاستعادة او الريفريش للجهاز، انت عامل بتعمل ريفريش. هنا قال لي مثلا الانترنت سكيورتي، اعدادات امان الانترنت شغال عندك اوكي، اليوزر اكاونت كنترول، التحكم في الحسابات الشخصية انت برضه فاتحها. لو رجعنا مثلا للويندوز ديفندر فاير وول اللي هو جدار الحماية، هلاقي معمول لي علامتين صح باللون الاخضر. طب لو عامل لي علامتين غلط باللون الاحمر، معنى كده ان في مشكله عندك على الجهاز، معنى كده ان الجهاز بتاعي محمي. طالما لاقي علامتين صح، علامه اسمها برايفت نتورك او جيست اور بابليك نتورك، خاصه بالشبكات. او جينا بصينا على السيستم هيجيب لي الخصائص بتاعه الجهاز،
انا عندي 3 طرق بجيب منها الخصائص. ادي اول طريقه بتاعت السيستم، اول طريقه ان انا بضغط كليك يمين عليه واختار بروبرتس. الطريقه الثانيه بدخل من جوه من كمبيوتر هختار بروبرتس برضو. والطريقه الثالثه زي ما قلنا من كنترول بانل، بعد كده اختار سيستم اند سيكيورتي، وبعد كده اختار سيستم. طيب نتورك اند انترنت زي ما شرحناها، نتورك اند شيرنج سنتر خاصه بالشبكات. هنا بيقول لي اسم الشبكه اهي، هنا بيقول لي الاكسس تايب نوع الاكسس او الشبكه، الكونكشن انت متصل عن طريق واي فاي اهو، معنى كده ان في اتصال شبكه. طيب هنا اعدادات الانترنت. دي خاصة بالمتصفح بتاع الانترنت، معنى كده ان انا اول ما بدخل على جوجل كروم مثلا هيظهر معايا الشكل ده، هيظهر معايا الموقع ده. طيب لو اخترت مثلا، لو انا كنت مثلا فاتح على الانترنت، فاتح كمثال صفحة الفيس بتاعتي، ورحت اخترت يوز كرنت، اول ما اجي افتح الجوجل تاني هيفتح لي على صفحة الفيس بتاعتي. معنى كده ان انا خليت الصفحة الأساسية عندي صفحة الفيس بتاعتي. طيب لو اخترت يوز ديفولت اللي هو الصفحة الرئيسية، اللي هو المفروض أصلا أول ما تفتح أي موقع أو أول ما تفتح الإنترنت هتظهر لك. طيب يوز نيو تاب لو عايز استخدم تابة جديدة من عندي. أنا بكتب هنا، بكتب الرابط أو بحط الموقع اللي أنا عايز أخليه ثابت. طيب لو جينا بصينا برضو على السكيورتي بعد كده، ده الأمان أهو، خاصة بالسكيورتي ليفل مستوى الأمان. هنا الخصوصية، كونكشن اتصالات، ادفانسد. لو جينا هنا في الجنرال واخترت على في حاجة اسمها براوسنج هيستوري تاريخ البحث، ودوست على ديليت، ظهرت معايا حاجة زي كده ديليت براوسنج هيستوري. معنى كده ان انا عايزه كل ما انا ادخل على حاجة يمسحها لي، هروح اعلم علامة صح على الهستوري. طب التنزيلات برضو مش يمسحها من على الجهاز، لا، لما اجي ادخل على الجوجل بلاقي فيه اللي هو حاجات البحث الاخير اللي انا بحثت فيها، كل حاجة بحثتها بلاقيها في الايه، في البحث عندي. فانا لا، انا عايز يمسح اول باول، فاعلم علامة صح على الهستوري. طب الباسورد معناها لو انا عايزه ما يحفظش كلمات المرور، سواء كلمة مرور واتساب، كلمة مرور فيس، أو أيا كان كلمة مرور أنا هستخدمها، هعلم علامة صح وأدوس ديليت، معناها إن أي كلمة مرور هكتبها هو هيمسحها لي. طب داتا، أي داتا نفس الحكاية، داونلود أي حاجة بنزلها نفس الحكاية. يعني هو موقع زي ده مثلا، لو جيت بصيت على هنا الهيستوري لاقي دي اخر حاجات انا بحثت عنها، فلا انا مش عايز احفظها، انا عايز اشيلها اول باول، فبعمل اللي انا قلت عليه، بعلم على العالم صح اهو عشان تتشال معايا. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها الهاردوير اند ساوند، اللي هو هاردوير. احنا قلنا الفرق او ما قلناش، انا شرحتها قبل كده في مكان تاني، ان الهاردوير هو الحاجات الملموسة، الحاجات الصلبة اللي أنا بقدر أمسكها، يعني زي مثلا الكيبورد، زي الماوس، زي الشاشة، زي الكيسة، دي كلها حاجات هاردوير، أنا حاجات بقدر أمسكها بإيديا، حاجات مادية. طيب الحاجات المعنوية اللي أنا ما بقدرش أمسكها اسمها سوفت وير، اللي هي البرامج الموجودة داخل الجهاز، أنا حاجات أنا شايفها بس مش بقدر أمسكها. طيب أول ما أدخل على هاردوير أند ساوند أختار ديفايس اند برينتر، هيظهر معايا كل الاجهزه الموجوده عندي اهو، دي الاجهزه اللي اتصلت قبل كده باللاب. هنا كل الطابعات اللي اتصلت باللاب، هنا الكيسه، وهكذا اهو، دي كلها الاجهزه اللي اتصلت عندي. لو ضغطت كمثال مثلا كليك يمين على اي واحده فيهم، اخترت مثلا بروبرتيز، هجيب الخصائص بتاعتها، جيب لي تفصيلة كاملة عنها اهي. طيب
لو عايز اضيف جهاز ثاني ادوس اد ديفايس. الست ديفولت برينتر عايز اخليها طابعة اساسية، هختار ست ديفولت برينتر. بعد كده لا انا عايز اشيل الجهاز زي، هختار ريموف ديفايس. ريموف ديفايس طيب عندي. بعد كده البروجرام، البرامج الموجودة عندي على الجهاز، أول ما أضغط عليها وأختار بعد كده البروجرام أند فيزر، دي كل البرامج الموجودة عندي. فرض أنا ضغطت على برنامج زي دي عايز ألغي التثبيت بتاعه، أختار أنستول، أضغط عليه، بس لازم أضغط عليه وأختار أنستول من فوق. طب ملف عندي بايظ وعايز أعمل له تصليح تشينج أهي، أول ما أضغط عليه بعد كده أختار يس وهكذا. طب عندي كمثال ملف زي دي اوتوكاد وعايز اعمل له اغيره، هو اصلا بايظ عايز اعمل له تصليح، يا اما هلاقيها ريبير يا اما هلاقيها تشينج، عايز اعمل له الغاء تثبيت هختار انستول هكذا. لازم بس اكون واقف على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها، عايز اعمل لها الغاء تثبيت او عايز اعمل لها تصليح، اهو ظهر معايا ريبير عايز اعمل له تصليح، عايز اعمل له مثلا اعاده تثبيت وهكذا. ارجونايز ان انا عايز ارتبها، اشوف ارتبها ازاي. حلو طيب ده بالنسبة للبروجرام. عندي في حاجة اسمها اليوزر اكاونت، الحسابات عندي ادي اليوزر اكاونت، بيقول لي تشينج يور اكاونت نيم، لو عايز اغير اسم الاكاونت الاسم اللي فوق ده اضغط عليه واكتب هنا الاسم اللي انا عايزه، الاسم الجديد، وبعد كده اختار تشينج نيم. يبقى من فين؟ من يوزر اكاونت كده، يوزر اكاونت، واختار تشينج يور اكاونت نيم. هنا بقى تشينج يور اكاونت تايب النوع نفسه، في حاجه اسمها ادمنستريتور اللي هو مسؤول، او ستاندرد اللي هو اساسي. طيب انا دلوقتي لو عايز اغير مثلا الصوره، احنا قلنا نغيرها من فين؟ اروح من ستارت واختار الاعدادات، اختار حاجة فينا هي، واختار اكاونت يور انفو، بغير الصورة اللي انا عايزها. طب الباسورد عايز اعمل باسورد من ساين ان اوبشن، اختار هنا اكتب، ادوس على اد، اكتب الباسورد نيو باسورد، الباسورد اللي عندي، وانتر باسورد اعادة تسمية، او معنى صح اعادة تأكيد الباسورد، يعني هنا بكتب الباسورد هنا بأكده تاني. اما هنا الباسورد هانت معناه ان انا لو نسيت الباسورد الاساسي انا عندي حاجة بديلة ليه، او عندي مثلا حاجة اميز بيها الباسورد بمجرد ما اكتبها يفتح معايا. فده بالنسبة لتغيير الاكاونت اللي هو اسم الاكاونت، اما تغيير الباسورد يا اما الفوتو اللي هو الصورة. هنا بمجرد ما ادوس على التاسك بار اند نافيجيشن هيظهر معايا الشريط اللي احنا شرحناه بتاع التاسك بار. طيب عندي بعد كده في حاجه اسمها الكلوك اند ريجن اللي هو الوقت والمنطقه، اختار اول حاجه الديت اند تايم، فهنا هنا لو كده لو عايز اغير التاريخ اختار تشينج ديت اند تايم. طيب من هنا بغير التاريخ ومن هنا بغير الوقت. لو حصل مشكلة مثلا أنا غيرت التاريخ والوقت ورحت قفلت الجهاز، وأول ما فتحت الجهاز لقيت برضو التاريخ والوقت مش مظبوطين، في الحالة دي بتكون المشكلة في البطارية، البطارية نفسها بتاعت الجهاز مش بطارية اللاب، لا البطارية بتاعت الساعة، البطارية بتكون بايظة. فأنت بمجرد ما أنا بس هطلع البطارية وأجيب بطارية جديدة هلاقي التاريخ والوقت ظبط معايا. من هنا التاريخ، من هنا الوقت، ساعة، دقايق، ثواني، البي ام زي ما قلنا مساء. طيب ده لو عايز اغير التايم زون اللي عندي بتاع القائمة. طب الريجون المنطقة زي ما شرحناها برضو،
منطقة عندي اللغة الموصى بها بيقول له الماتش ويندوز عندي زي ما شرحنا بعد كده يعني ايه شورت ديت ولونج ديت وشورت تايم ولونج تايم. عندي اول يوم في الاسبوع ساندي، ممكن اختار ماندي تيوزدي يعني احد اثنين ثلاث اربع خميس جمعة سبت، انا بختار اول يوم عندي. لو دوست على additional setting معناها اعدادات زيادة، هنا الديسيمال عندي النمبر اوف ديجيت، الحاجات دي كلها خاصة باللي هو الارقام العشرية وخاصة ب لغة البرمجة. طيب بيقول لي ده البوزيتيف وده شكل النيجاتيف سالب بس. كرنسي العملة، ادي العملة اللي عندي، العملات دي كلها عملات اهي الدولار واليورو. طيب التايم الوقت اهو شورت تايم ولونج تايم. عندي الاي ام سيمبل الرمز بتاع الاي ام اهو ورمز بتاع البي ام. بيقول لي الاتش يعني اور والام يعني مينت والاس سكند وعندي تي تي اللي هو تساوي ام او بي ام. طيب الاتش سمول على اتش كابيتال معناها يساوي 12 على 24، اتش سمول معناها اللي هو نص يوم، اتش كابيتال اللي هو يوم كامل. طيب وهكذا. الديت بيقول لي ادي الشورت ديت واللونج ديت، شورت يعني قصير ولونج يعني طويل اهي. بيقول لي معنى ان هو دي دي اللي هو دي 3 دي 4 دي دي واحدة او 2 دي معناها دي 3 دي او 4 دي معناها دي اوف ويك، يوم واحد بس في الاسبوع. الام اللي هو مانس، الواي اللي هو الير السنة، ده الكالندر الالة الحاسبة، دي الالة الحاسبة. طيب بما ان جينا للكالندر، ادي انا فتحت الآلة الحاسبة. طيب عندي دي الآلة الحاسبة الأساسية الستاندرد، عايز اغيرها اختار مثلا ساينتفك، دي آلة حاسبة علمية اللي فيها الساين والكوزاين اللي هو الجا والجتا. طيب دي خاصة بالبرمجة، حاجة اللي هو الهكس والديسيمال والاوكت. طب اديت شكل التاريخ، فانا هخليها مثلا ستاندرد الاساسيه. طب لو اخترت مثلا كرنسي العمله تلاقيه بيحمل معاها بشكل العمله، فانا اختار الستاندرد. طيب لو جيت مثلا اخترت اللي هو البنت اللي هو الرسام، عندي قائمه فايل هوم فيو، فايل عندي نيو بفتح بيها ملف جديد، الاختصار بتاعتها كنترول ان، اوبن بفتح الملفات الموجودة عندي على الجهاز، الاختصارة بتاعتها كنترول او. اما سيف الاختصارة بتاعتها كنترول اس، سيف از الاختصارة بتاعتها اف 12. والفرق ما بين سيف وسيف از، سيف بيحفظ الملف الاول مرة، سيف از بيحفظ الملف بعد التعديل او لو حابب احفظه بصيغة تانية. طيب الفرق ما بين كلوز واكزيت، اكزيت بيقفل لي الصفحة اللي انا شغال عليها كلها، اما كلوز بيقفل لي بس صفحة العمل مش بيقفل البرنامج ككل. سند ايميل لو عايز ارسله عن طريق الايميل، برنت لو عايز اطبعه. طيب عندي الهوم ده خاص بالهوم، وادي الفيو لو عايز اعمل زوم، زوم ان او زوم اوت، زوم ان معناها للداخل، زوم اوت للخارج، لو عايز اعمل فول سكرين شاشه كامله. طب لو اخترنا هوم مثلا، انا عندي هنا اهو البنسل القلم، عندي الفول ويز كلر لو عايز التعبئة، هنا عندي الاستيكة وهكذا. اختار القلم مثلا اكتب اللي انا عايزه اهو. طيب اهو رحت الاستيكة ضغطت عليها فبيمسح لي اللي انا كتبته، بيمسح اللي انا كتبته اهو، الاستيكة بتمسح معايا. طيب عندي مثلا لو عايز السايز، ده السايز اهو تمام. طيب لو عايز اعمل ايه، لو عايز كمثال رحت جبت شكل زي ده، رحت رسمت الشكل ده، ليه بلاقيه مش ظاهر معايا كل شويه؟ لازم اضغط عليه عشان تظهر معايا. اثبتها ازاي؟ عن طريق العلامه الموجوده فوق دي، اضغط عليها تثبت معايا.
هل انا عملت شكل زي ديه؟ بيقول لي color one اللون الاولاني واللون الثاني. لو اخترت مثلا لون زي ديه فدي البوردر اللي هي الحدود الخارجيه. اللون الثاني مثلا اهو، عايز اعمل تعبئه ليه؟ بختار شكل التعبئه، بختار اللون، واروح اضغط عليها في الداخل. تاني انا عملت شكل زي ده اهو، فاللون الخارجي بتاعه مثلا هختار لون زي ده، هختار color one، هختار لون احمر. طيب لون التعبئه هختار الجردل، شكل الجردل، واختار اي لون انا عايزه، ضغطت عليه فعمل لي تعبئه لي، عمل لي تعبئه لي. طيب انا كده خلاص خلصت من ده. هنا زي ما قلنا الاستيكه، هنا لو عايز القطره، لو عايز اخد نفس اللون ده احطه في شكل تاني، عندي دي الفرش، دي الفرش الموجوده عندي. طيب كروب، لو عايز اعمل قص لحاجه معينه للصوره، لو عايز اقص صوره من كروب. تور لو عايز اعمل تدوير ليها. هنا تولز، ودي الايمج، ودي الكليب بورد اللي هو زي ما عرفنا الكوبي والكات وبيست. مثلا لو عندي صوره بدخلها في برنامج زي الفوتوشوب او الانستريتور ومش عايزه تدخل، بعملها بدخلها على الرسام، بعد كده بحفظها بصيغه البي ان جي، البي ان جي. عندي بعد كده في نظام الالوان في حاجه اسمها ار جي بي وسي ام واي كي. الار جي بي لو عايز اعمل تصميم انزله على السوشيال ميديا، اما السي ام واي كي لو عايز اطبعها، لو التصميم ده عايز اطبعه. فالسي ام واي كي ده خاص بالطباعه، اما الار جي بي خاص بالتصميمات اللي بتنزل على السوشيال ميديا. عندي ايه تاني ممكن نستفاد منه ونشرحه مثلا هنا؟ طيب عندي الالارم اللي هو المنبه، الميزه اللي هي موجوده في ويندوز 10. طيب حلو خالص، ده شكل المنبه عندي. لو دوست على اون وكده قفلته. عايز اضيف منبه تاني من علامه البلس اللي من تحت، واضيف المنبه اللي انا عايزه. ادي الساعة وهنا الدقايق، وهنا لو عايزه صباحا او مساء، لو عايزه صباحا او مساء. قفلته اهو، ده فتحته مثلا، ده اباوت، دي سيلكت. طيب لو عايز مثلا اعمل، ادي هنا الكلوك، دي المنطقة، التايمر التوقيت اللي هو لو عايز اعمل مؤقت اهو. هنا الستوب ووتش، ساعة إيقاف أهو، وهكذا. ده كله ممكن أظبطه عن طريق الألارم. طيب بكده شرحنا الآلة الحاسبة والألارم، وشرحنا برضو الرسام. طيب دي الكاميرا، لازم يكون متصل بكاميرا على الجهاز. في تاني برضو عندي، رسام 3D، بينت 3D. اختار مثلا، احنا قلنا نيو ده بعمل بيه ايه؟ نيو ملف جديد، ملف عمل جديد، وابتدي اشتغل. برضو نفس الادوات، هتلاقي فرش اهي، هذا الشكل. هنا برضو بيقول لي لو عايز، ادي الفرش، عايز 2D شيب، اشكال 2D اهو زي دي. فهنا تكست، لو عايز اضيف نص اكتب النص اللي انا عايزه اهو، اكتب انا اكتب النص اللي انا عايز اضيفه. طيب هنا مثلا لو عايز شكل 3D زي ده، شكل 3D اهو، ده شكل 3D. افكت التأثيرات اهي، وهكذا. طيب عندي ايه تاني؟ لو جينا دخلنا عليه هنا اهي، احنا قلنا 3D Paint،
بس بي فور اكسل ده اللي بيفك لي الحمايه بتاعت الاكسل. لو في عندي برنامج اكسل معمول له حمايه بفكها عن طريق الباس بير فور اكسل ده. هنا السيرش زي ما قلنا. طيب في حاجه اسمها سناب سكتش، لو ضغطت عليها اخترت مثلا نيو، فكده انا لو عايز اعمل سكرين شوت للجهاز عندي، لو عايز اعملها بشكل ريكتانجل اللي هو مستطيل، يا اما شكل حر يا اما فول سكرين، هاخد الشاشه كلها. لو اخترت مثلا ريكتانجل، رحت جيت حددت مثلا الجزء ده اهو، ده بس اللي عايز اعمل له سكرين شوت، هتلاقيه تاخد سكرين شوت اهو. ده الشكل اللي انا اخدته سكرين شوت، العب فيه زي ما انا عايز اهو. دي اشكال مختلفة ممكن العب فيها زي ما انا عايز اهو. طيب اختصارها بتاعتها برضو من الكيبورد، اختار علامة الويندوز وبرنت سكرين، في زرارين علامة الويندوز وبرنت سكرين. طيب ايه تاني ممكن اشرحه؟ ده السناب الستيكي نوت اللي هي المفكرة. لو عايز اضيف مفكرة جديدة من علامة البلس، ادي شكل المفكرة من التلات نقط دي، اللون بتاع المفكرة اهو ده اللون اللي انا هختاره واكتب فيها اللي انا عايزه. ده الستيكي نوت المفكرة. ننزل تاني. عندي الدرايف سي وعندي الدي وعندي الاي وعندي الاف، دي اللي هي خاص بالاسطوانات. ازاي اعرف ان اي درايف فيهم عليه النسخه بلاقي عليه علامه الويندوز او مثلا علامه اللي هو العصر ده اللي هو الشركه اللي عملت لي النسخه، هتلاقي عليه شكل الشركه دي. هنا هلاقي ملفات كتيرة، الديسكتوب اللي هو سطح المكتب، الدوكمنت المستندات اللي عندي، الداونلود الملفات التنزيل، الميوزك الموسيقى والبيكتشر الصور والفيديو الفيديوهات اللي عندي، وادي عندي الدرايف سي والدي والاي. زي ما شرحنا الريسايكل بن وشرحنا الكنترول بانل، لو جينا دخلنا على جوجل دي الحاجات اللي انا مثبتها حطيتها في المفضله، علامه النجمه دي المفضله. اخترت مثلا في حاجه اسمها الداونلود التنزيلات اللي نزلتها، لو عايز اختار نيو تاب، تاب جديده افتح صفحه جديده، لو عايز اجزت اقفلها خالص، لو عايز اعمل زوم اهي، لو عايز اعمل برنت بعمل برنت. هنا الكوبي والكات والبيست زي ما اتفقنا، تمام. كوبي اللي هو النسخ والكات اللي هي قص. انا جيت فتحت مثلا حاجه زي تعريف الشبكات، لو ضغطت على علامه النجم من فوق يبقى اتحفظ لي في المفضله، اتحفظ لي في المفضله وهكذا. ده اللي هو الايميل اللي انا فاتح بيه الانترنت عندي، او فاتح بيه الحسابات كلها اللي عندي. دي تطبيقات جوجل، تطبيقات الموجوده عندي على الجهاز اهي. زي ما قلنا احنا في النهايه ان شاء الله هنشرح مع بعض جداول البيانات دوكومنت، نشرح العروض التقديميه، هنشرح المستندات، هنشرح ازاي اعمل نموذج او فورم في نهايه الدبلومه ان شاء الله. ان شاء الله مش هتكون في نهايه الدبلومه، يعني مثلا بعد كل برنامج او اتنين زي ما عملنا النهارده. النهارده يعتبر انعزلنا شويه عن البرامج بتاعت الاوفيس، وشرحنا حاجه جديده شويه اللي هو الاساسيات بتاعه الكمبيوتر. مثلا نخلص برنامج الباوربوينت ونشرح شويه في النماذج ازاي اعمل فورم، او ازاي مثلا اعمل جيميل، ازاي مثلا اعمل جداول البيانات، دي كلها اللي هي خاصه بالدوكومنت او المستندات جوجل، تمام. ف باذن الله كده انا محاضره النهارده بالنسبه لي خلصت، انا مش هطول على الناس اكتر من كده. اتمنى الناس تراجع المحاضره كويس ومش هيبقى عليها تاسكات. بدايتنا ان شاء الله يوم السبت القادم
هيكون الساعة 5 في شرح برنامج جديد، هو برنامج الباوربوينت. بس قبل ما ادخل على الباوربوينت، اي حد عنده اي مشكلة بخصوص البرامج القديمة اللي هي الوورد والاكسل ممكن يبعتها لي، بحيث ان انا اشرحها قبل ما ادخل في الباوربوينت. تمام، حد عنده اي مشكلة تاني بخصوص محاضرة النهاردة؟ والله هو يفضل انت ما تنزلش برنامج حمايه، انت تعمل في حاجه اسمها ديفندر عندك على النسخه، هي اللي هتحمي لك الجهاز اللي عندك. يفضل انت ما تنزلش برنامج من بره، هو الجهاز نفسه بيكون محمي، بيكون فيه حمايه. تمام، حد عنده مشكله تاني؟ تمام، كان في حاجة زمان اسمها افيرا، وفي افاست، وفي حاجة اسمها ام سي اي فري، في دي كلها برامج حماية برضه انا ممكن انزلها عندي. ناس بتسأل مش دايما خصوصا مع الدراسات الجديدة، ممكن بالظبط. ففي عندي زي ما قلنا في حاجة اسمها الـ MCA في والأفاست وأفيرا، وعندي في حاجة اسمها النورتون، وعندي البانو، دي كلها برامج حماية أنا ممكن أنزلها. عندي في حاجة اسمها سيمانتيك، وعندي حاجة اسمها اف سكيور، دي كلها برامج عندي ممكن انزلها للحماية. من اشهرهم زي ما قلنا ام سي اي في، هو الام سي اي اف اي اي، ده برنامج حماية انا ممكن انزله برضو. طيب، في حاجة اسمه برضو باندا، عندي في حاجة اسمها عندي برضو الأفاست زي ما قلنا، وعندي الإبيرة، دي كلها برامج حماية. بالظبط، الام سي اي اف اي اي ده أفضل برنامج فعلا ممكن تستعمله، فعلا من أفضل البرامج أنت ممكن تستعملها. تمام، حد عنده سؤال تاني بخصوص محاضرة النهاردة؟ أتمنى إن الناس تكون استفادت من محاضرة النهاردة.